عايزين نرجع تاني لرحلة الدوري، ورحلة الدوري شايفها ازاي، وكانت ايه اصعب المباريات اللي احنا مرينا بيها، او اصعب مباراة مثلا مرينا بيها من وجهة نظرك؟ هي كل المباريات كانت صعبة، وكل المباريات كانت صعبة لأنك أنت قدامك هدف، والهدف ده الوصول للقمة والاحتفاظ بيها حتى آخر لحظة والتتويج بطولة الدوري. فعشان كده الزمالك كان بيتعامل مع الماتشات اللي هي ماتشات كؤوس، وده مش كلام فيريرا نفسه، قال احنا ماتشاتنا كلها الباقية في الدوري آخر 10 ماتشات ده كانوا ماتشات كؤوس، وكان لازم يكسب، وكسب كل الماتشات. 10 انتصارات متتالية. كسب كل الماتشات، يعني راهن وكسب الرهان. يعني انا شايف مثلا ماتش المقاولين كان من اصعب الماتشات، وبدليل ان حسام عبد المجيد صاحب هدف الفوز. ماتش فاركو حسام عبد المجيد، في ماتشات كده اللي هي خلصت بالهدف الواحد بس، وصلت عمليه الانتصارات. فكل الفرق بتيجي تلعب قدام الزمالك كانها ريال مدريد. والله يعني في فرق مثلا اتغلبت بالاربعه، جم لعبوا الزمالك بتلعب ريال مدريد. قال طب انت كنت لسه مقلوب اربعه، وده شأن آخر احنا مالناش دعوة بيه، المهم بالنسبة لنا هي مصلحة نادي الزمالك. ففيريرا عبقري، كل مباراة بيلعبها هو عايز منها ايه، بدليل مهام اللعيبة بتتغير، التشكيل نفسه، طريقة اللعب بتتغير في المباراة لوحدها أكتر من مرة. يعني طريقة اللعب بيغيرها، مراكز اللاعبين بيغيرها على بديل على طريقة التبادل والتوافق اللي بتحصل في الملعب وازاي يحقق هدف. وبعدين انت المستوى الرائع اللي انت بتقدميه من ساعه منذ ان تولى فيريرا العمل في فريق الزمالك، ابداع الكره الحلوه، الزمالك قدم لنا الكره الحلوه، الكره اللي بتمتع الناس. وميزه فيريرا على فكره ان هو غير متوقع، فده يربك المنافس. ده حتى الصحف البرتغاليه قالت كده، ما حدش يقرا ما يدور في راس فيريرا، وده شيء رائع. حتى الميدا تلميذه ما عرفش هو بيفكر في ايه، رغم انه تلميذه، ورغم انه تلميذه بس ما يعرفش برضه. فهو انت نفسك كمشاهد برضه قاعد برضه ما بتبقاش عارف. على ماتش القمه انا زي كنت متعاطف وخايف على الولاد الصغيرين، وكنت هنعمل ايه، ده الفريق التاني مليان نجوم، ده كان بقى الشوط الاول، وجايب الشوط الاول مالناش دعوه بيه، احنا في الشوط الثاني الشوط الاول احنا كنا كويسين، كنا كويسين بس كانوا هما لسه بقى نازلين المباراه. الشوط الثاني الموازين كلها اتقلبت، احنا كان لازم الزمالك يكسب كتير، زي ما كسب 6-0 في 44 و6-0 في اعتقد 48، مرتين كسبوا 6-0. كنت اتمنى ده يحصل عشان تعمل سكور. فاسهل ماتش لعبه الزمالك هو ماتش الاهلي. ايوه دي حقيقة، ماتش الاهلي 2-2، مش ماتش الاهلي كاس مصر، مش ماتش الاهلي كاس مصر، بس برضو ماتش الاهلي كاس مصر ما كانش بالصعوبه اللي زي ما قلت. لا ان في متعه بقى، الناس راحت يعني هو الاهلي ما راحش الملعب، ده مش كلامي، ده كلام مهم، هم اللي قالوا الكلام ده، الاهلي ما راحش الملعب لان في فريق قوي موجود بمجموعه من الشباب اللي اختارها فيريرا، اللي قدرت تتحمل المسؤوليه في ظروف صعبه وقاسيه. فالزمالك كل المباريات بالنسبه له كانت صعبه، بس قدم فيها الكرة الحلوة. أنا معاك في حتة إن في فرق كنت تشوفها تقول إن هي مش أحسن حاجة، مذبذبة قدام فرق تانية، تيجي قدامنا فعلا تلاقي لا الفرق الفوز عليها مثلا صعب، مثلا زي فيوتشر مثلا وزي إسترن وإستر كامبر. يعني قدام الزمالك بيلعبوا كورة. كمان في حاجة تانية محدش خد باله منها، فريق الزمالك أمام الفرق التي بتلعب كرة حلوة، كرة قدم بجد، بيقدم الكره الحلوه، بدليل ما فعله قدام بيراميدز 3، كسبنا بيراميدز 3. هم استحوذوا بس احنا جبنا الاهداف، احنا خدنا بدليل جيب. انا حتى ساعتها قلت عنواني اللي هكتبه في الصحافه، عليكم الاستحواذ وعلينا الاهداف. وقدم الزمالك واحده من اروع المباريات، دي حقيقة. فاز على بيراميدز 3. فالزمالك ليه ماتشات كتير حلوه، قدم على مدار الموسم الكره الجميله، الكره الحلوه، الكره اللي بتسحب الاهات من قلوب الناس. بس عايز اقول لك حاجه، بيبقى طبيعي جدا ان تلاقي الفرق اللي احنا بنتكلم عليها قدام الزمالك والفرق الكبيره بتبقى عايزه تثبت نفسها، بتبقى عايزه تقول انا موجوده، اللعيبه عايزه عروض، عايزه تعرض نفسها، عايزه تقول ان هي موجودين، ان احنا موجودين، والمدربين برضو نفس الحكايه، عايزه تثبت نفسها. لما فرقه تلعب قدام نادي تاني وتتغلب بالاربعه، ازاي عاوز يستعرض يعني؟ وبيستعرض قدام الزمالك بس الزمالك فريق قوي، فريق كبير، عنده مدرب كبير، وعنده لعيبه رجاله ومواهب مش موجوده في حد. يعني انا لو اكلمك دلوقتي، خليني اتكلم، احسن حارس مرمى مين؟ محمد عواد. احسن مدافع مين؟ الونش.
احسن ظهير ايسر ابو الفتوح، احسن ظهير ايمن حتى الان المسلوسي، احسن لاعب وسط. هو في حد ما يقعدش يقول عاشور عاشور عاشور؟ امام عاشور اضافه لكره القدم المصريه، لاعب متكامل في كل حاجه، في تسديداته، في تمريراته، في تحركاته، في تصرفاته، في قوته، قدرته على التحمل. ده مر في احد الماتشات ادى كره لبن شرقي عشان يجيب جون، ما جابش جون، راح جنب السور حط دي على وشه. لا ما كانتش ما كانتش لبن شرقي، كانت لنيمار تقريبا. لا هو لا نيمار اللي اتاخر عليه في الـ في الـ في, الـ في ان هو يبصيله. شفت الابداع؟ اه هو مشهد رائع لامام عاشور. طب من احسن مهاجم الجزيري؟ هو في مهاجم زي الجزيري في الدوري المصري؟ فانت بتكلمي على نادي او فريق فيه الافضل في كل حاجه، هداف الدوري زيزو، افضل اسيست او صانع العاب في الدوري زيزو. فكل الافضلات وكل الاحسن موجوده في فريق الزمالك.